جيم يا لام واو. إذا الفيروس فرق الأحباب، وإذا المصانع أغلقت الأبواب، وإذا الناس في بيوتهم مصابين بالحزن والاكتئاب، وإذا الحكام يقمعون الثورة والانقلاب. يا أيها الناس أبشروا، لقد تجاوزتم الصعاب، فاخرجوا عن صمتكم إنكم على صواب، وليلتحق بثورتكم النساء والشيوخ، النساء والشيوخ والشباب. ولا تخافوا من كلام الإعلام والذباب، وأطيعوا جيلوا إنه يكافح الإرهاب. صدق جيل العظيم.